ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من دبي الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزمات للدراسات والبحوث. دكتور، تحالف سري القطري الإيراني يخرج للعلن في وقت يشهد توافق خليجي عربي وأيضا دولي على خطورة الدور الإيراني في المنطقة، كيف تقرأ دلالات وأيضا توقيت عودة سفير الدوحة لطهران؟ المفارقة أن عودة السفير القطري إلى إيران أيضا شهد إعلان تشاد دولة تشاد الأفريقية إغلاقها للسفارة القطرية وتمنح دبلوماسيها 10 أيام للمغادرة، بمعنى أن قطر أرادت بهذا التصرف استفزاز دول الخليج بإعادة السفير إلى طهران، بينما بقية الدول بعض الدول قطعت علاقاتها مثل السعودية والبحرين والإمارات خفضت تمثيلها الدبلوماسي ولا يوجد لدينا سفير إماراتي في طهران. وفي الوقت ذاته قامت تشاد بتوجيه ضربة أيضا لقطر وذلك بإغلاق السفارة القطرية لتنضم هي تشاد أيضا إلى قائمة الدول المقاطعة لقطر. في الأمس نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا بعنوان خطورة قطر وإيران متساوية، ووضعت قطر في نفس خطورة إيران ضد المنطقة العربية عموما ومنطقة الخليج خصوصا. طيب دكتور، في سياق ما ذكرتها الآن، هل تعتقد بأن هذا التقارب بين النظامين القطري والإيراني سيستمر طويلا؟ وتتوقع هل يخدم أجندات قطر في يعني المراوغة ومناورة حول مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ شوف، بقاء هذه المناورة والتواطؤ القطري الإيراني سوف يستمر إذا ما بقي النظام القطري الحالي هو من يحكم قطر، ولكن في حال زوال هذا النظام لا، لن يستمر، وهذا ما نتمناه الآن. ما نريده نحن كخليجيين أننا نحن خلاص لا نتقبل هذا النظام الحالي، ويجب أن يتم حل هذا النظام واستبداله بأناس عقلاء من أسرة آل ثاني ليعيدوا قطر إلى حاضنتها الخليجية. إيران ليست الحاضن المثالي لقطر، على قطر أن تدرك مدى خطورة ما تقوم به من أجندات ضد منطقة الخليج. يعني قطر هي عبارة عن خنجر مغروس في خاطرة منطقة الخليج. إذن من دبي الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزمات للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك.